أنا إنسان عندي شغف، أحب التحدي. أحب الأوبستكلز الصعبة اللي بتتحداني وبتطلع معناي من داخلي. طول عمري بمارس الرياضة. بدأت في الكورة سن 14، صار لي حادث من كم سنة. تسربت أنبوبة غاز علينا في السيارة وانفجرت، فجلست في المستشفى شهرين تقريبا، شهر ونص. قعدت أفكر مع نفسي دائما، وجيت استوعبت إنه فعلا ربي أعطاني فرصة جديدة للحياة إني أعيش وأحقق أحلام جديدة. من ذاك الوقت، من يوم ما طلعت من المستشفى وقدرت أمشي، على طول بدأت أشتغل في نفسي. قعدت أدور من رياضة لرياضة، رحت للكروسفيت، على البودي بيلدينج، على السويمينج، على الرننج، ما لقيت شيء بيشبعني أنا كسيف. لين ما عرفت أو سمعت عن رياضة التراثلون اللي هي سويم بايك رن مع بعض كله. الرياضة هذه فعلاً بتتحدى الإنسان من كل جهة، منتلي، فيزيكلي، كل شيء بيتحداك. الرياضة ذي سباحة، دراجة، وجري، وما هي مسافة بسيطة، لكن التحدي والروح اللي جوا البطولة بعد السباق الواحد بيحس إنه إنسان جديد. يوم يبدأ بين 4:30 لخمسة الفجر، هذا وقت يكون عندي بطولة. من 5 الفجر لين 11:30 الظهر هو وقت التمرين، وبعدين من بعد 12:00 لـ5 هو وقت الجامعة والدراسة. عندي 2 كلاسز في اليوم، أنا أدرس creative design، وبين الـ2 كلاسز عندي بريك أذاكر فيه، ألعب مع أصحابي أي حاجة. من الأشياء اللي أنا فخور فيها من نفسي إنه في بطولة في جدة، بس صغيرة، هي 50 كيلو في الصحراء بين الجبال. شاركت فيها وما كنت حاسس إني حقدر أنهي 50 كيلو جري، لكن الحمد لله أنهيت في 9 ساعات ونص. كان أطول يوم، بس كان شيء يعني جبار. شاركت في بطولات كثيرة، آيرون مان ميدل إيست شامبيونشيب في البحرين برضو 2017، ITU أبو ظبي كان 2018. أفتكر أول ما بدأت الرياضة كل أحد كان بيطول فيها كان إنسان مجنون، وفوق كذا أبويا ما كان مستوعب إيش بسوي. لين ما جاء بنفسه في الآيرون مان دبي 2017 ووقف في الفينيش لاين. أفتكر خلصت السباق، كنت أصغر سعودي ينهي السباق، وشاف هو شاف فيا الحب اللي عندي للرياضة هذه. وفجأة بعدها على طول بعدها أبويا صار داعم لي للرياضة هذه كبير. دحين ما حكون بس أشارك داخلي، حبدأ خارجي إن شاء الله، يعني حبدأ أروح المغرب، بريطانيا، إسبانيا، بطولات أكبر. أنا دائماً بعسكر حولين العالم، زي ما أنا دحين في لبنان عندي معسكر تدريبي إن شاء الله التجهيز لبطولة المغرب. كثار من جيلي ما يحبوا يتحركوا، بس يجلسوا ويبوا كل شيء يوصل عندهم. الحين عمري 20، صار لي تقريباً 4 سنين في مجال الرياضة وعالم الرياضة. إن شاء الله من أهدافي الكبيرة أني أتأهل لـ 2024 ألعاب الأولمبياد. تبغى الحلم؟ قوم اتحرك. والإحساس اللي حتحسه ما في أحلى منه، ومن حلم واحد حتنفتح لك أبواب كثير. فدائماً إلحق حلمك وحتحققه.